الصمود تحية النضال تحية لكم جميعا. أشكر جميع الهيئات السياسية، الهيئات النقابية، الهيئات الحقوقية، الهيئات الجمعوية، جمعية المجتمع المدني التي ساندتني في هذه القضية التي أصبحت الآن قضية رأي عام محلي. في حال ما إذا النائب المسؤول على نائب إقليمي يعني وزارة التربية الوطنية إلى ما بغاش مازال يفتح الحوار جدي في هذه القضية، هذه ستتحول إلى قضية رأي عام وطني. هذه القضية ضمنها واحد مدير مخزني لا علاقة له لا بوزارة التربية الوطنية ولا بأي شيء. المهم خروقات لمدة 3 سنوات، خروقات في القسم، في المحيط ديال المؤسسة، في النيابة، في المقاهي، ما عرفتش. المهم كنت كنرسل تظلمات للسيد النائب الإقليمي في شأن هذه الخروقات هذه، في شأن هذه الانتهاكات هذه، لكن السيد النائب الإقليمي يتواطأ معه، هو شريك له في هذه في هذه في هذه في هذه الخروقات هذه. لان ملي كنصيفط لك السيد النائب ديال وزير التربيه الوطنيه، ملي كنصيفط لك تظلمات في هذا الشان ديال الخروقات، انت ما كديرش يعني اسمحوا لي انا راه مضرب عين الطعام وما عنديش التركيز في هذا. المهم هذا النائب ديال وزير التربيه الوطنيه لا يحرك ساكنا اكثر من ذلك، عوض ما يصيفط لجنة التحقيق في التهم الخطيرة اللي كيكلها لي هذا المدير. هذا يقوم بإيصال لجان هكا على حسب هواه فقط، ولكن باش يفتح تحقيق حول اتهام التحرش الجنسي ما كاينش. فتح تحقيق حول تحريض السكان ضدي باش يديروا شي عريضه، ولا تحريض السلطه، حتى السلطه كيمشي تيحرضهم ضدي، يحرض الاباء. هادشي كلشي السيد النائب لحد الان كيقول لي داك الشيء ماشي شغل لي، ما عرفت ما مسؤول في هاد الخروقات هادي. وبالتالي انا مشكلتي انا ما عنديش انا مشكل درجه اولى مع مدير مجموعه مدارس محمد سيدرق، وانما الشخص اللي عندي معاه مشكل بدرجة أولى هو السيد النائب الإقليمي وزارة التربية الوطنية، اللي بحال نوع من التحريض، بحال كيحرض، وأنا شاهد على ذلك مع النقابة ديالي، النقابة الوطنية للتعليم، الكادشة، الإخوان، المكتب ديال النقابة الوطنية للتعليم، هما شهود مع النائب الإقليمي على واحد الخرق إداري. فرقوا هذا السيد المدير هذه النقطة، وهي النقطة التي أفادت الكأس، وبالتالي دخل في هذا الاعتصام المفتوح مع إضربة عين الطعام، مع مبيت يومي، مع إلى آخره. هذا الخرق هذا يتجلى في كون أني يوم الثلاثاء 9 فبراير 2016 مشيت للمؤسسة ديالي عند السيد المدير، عطيته واحد التظلم في شأن مجموعة من الخروقات. السيد المدير ما رفض تسلم هذا التظلم هذا، فاش يعطيك الوصف هذا المدير ما عطانيش الوصف، احتجت عليه، اتصل بالنقابة ديالي، اتصلوا بالسيد النائب الإقليمي، لكن السيد النائب الإقليمي اتصل بالمدير، المدير رفض يعني باش يعطيني ذاك الوصم. جا النائب تما المؤسسة، جا المكتب النقابي ديالي، وهما شهود على هذا الخرق داخل الإدارة التربوية.
المدير يتحدى النائب الإقليمي ويتحدى كل أعراف كل القوانين. ما بغاش يعطيني وصف ديال هذا التظلم هذا. ومع ذلك النائب الإقليمي مشى معاه في الخط قال لي بأن المدير عنده محق في ذلك. وبالتالي هذا آخر خط من الخروقات. وبالتالي هذا الخط هذا كيسقي الخروقات ديال 3 سنوات. وانا كنعاني وعاني وانا وراسل سميتو النائب الإقليمي فاش انا مجموعه من الخروقات. وبالتالي هذا الخرق هذا اللي وقع نهار 9 فبراير 2016 فهو يعني صورة تبقى قياس الاصل لمجموعة من الخروقات ومجموعة من التظلمات اللي كان المدير رافض التسلم وبتجاوب وبإشارة وبتواتر مع هذا النائب الإقليمي هذا النائب الإقليمي. وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل. 3 سنوات وأنا كان أراسل على السيد النائب الإقليمي. لا حوار لا لجان تقصي الحقائق في التهم اللي كيكلها ليا السيد المدير.